بعث صاحب السمو الملكية الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تعزية ومواساه الى صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البرقية سلطان مروناي دار السلام وذلك في وفاة نجله الامير عبد العظيم ضمنها سموه خالصة تعزيه وصادقة مواساته سائلا المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم سلطان مروناي دار السلام وكافة افراد عائلته جميل الصبر وحسن العزاء